هذه رسالة المتعب بالرقعات لنجم الجماهيري متعب، لا تهتم للنقاد، أنت نجم جمهور حقيقي من بداية برنامج وكل يوم أصبحت رقم صعب، رتمك عالي، استمر ولا تغيب على البث، والمتعبين يقولون لك اضرب الأرض وإحنا معك من المتعبين. استعب رقعات رد يا متعب، رد على المتعبين، رد أقول بيض الله وجيههم يبشرون بالسعد، وكلام النقاد لا يهمني سواء كلام إيجابي ولا سلبي، طال عمرك وبيض الله وجيههم، متعب بدونهم ولا شيء، لبك بودهم. النجم متعب القادم للساحة الإعلامية ما بقى إلا القليل وينتهي البرنامج، اشتغل كل فرصة، فالك التوفيق، المتعبين معك دائما وابدا. على خشمي يبشرون بالسعد، على خشمي. لا البحر أنس قول المتعب إبداع، أبدع وتألق وحضوره فارق على البث، ونبي جلسات سوالف رايقة، ونبي مسرحيات لأن ما بقى عن هذا برنامج، فاستغل كل فرصة فيها، وهذا طلبنا ونتمنى ينفذ. على خشمي يبشرون بالسعد، تنويع جلسات ومسرحيات، وإن شاء الله 18 يوم هذه نحللها يوم يوم. للنجم المبدع متعب حضورك فارق ورتمك في التصاعد، استمر يا مبدع ولا تغيب على البث، ما بقي الا القليل، وابعد عن الخصومات ولا تغيب على الفقرات، وحافظ على نقاطك ولا تحصر نفسك باشخاص محدده، وجمهورك معك دائما لتحقيق الانجازات والنجاحات، والقادم اجمل يا نجم الجمهور. لا لا خل على خشمي السعد، ابشروا ابشروا تمر ونمر. صح رساله للشاعر المتميز الأنيق خفيف الظل وصاحب الكاريزما محسن السبيعي، فزعتك الفهد محمد تدرس، وبيض الله وجهك، استمر على هذا الرتم، الأسبوع هذا كنت شعلة من ريالتي، وتأكد أن الصوارم معك دائما وأبدا. جعلني والله ما عدمهم الصوارم، والله يبيض وجيههم، أبو محمد أخو ولا سويت شيء، أنت تشتري بعد صح. كلمة للنجم الازدياد، أنت من جعل لك في القلب عنوان، نشكرك على تفاعلك وإبداعك في البرنامج، وما بعد باقي إلا الأيام معدودة عن البرنامج، ونتمنى منك الأفضل وفالك التوفيق يا رب، وإن شاء الله فاز النسخة ازدياد. قطع بصلة واحدة. الله يعطيهم العافية ويطول عمارهم، وجعلنا عند حسن قوتهم، بيض وجيههم إن شاء الله، وحنا بنقدم اللي عندنا والباقي عند الله. كلمة للنجم عبد الله العلياني، كلمة شكر وتقدير، نشكرك على تواجدك الدائم على الشاشة وإمتاعك لنا، فقد أمتعت الصغير قبل أن تمتع الكبير، الله يسعدك ويخلي لك والديك وفالك التوفيق يا نجم. اللهم أمين، الله يعطيهم العافية ويبشرون بتفاعل، باقي ما شافوا شيء. تستاهل يا عبد الله. تستاهل. لزياد بن شري، في طيلة 73 يوم أبدعت وتألقت، وكنت نجم النجم المختلف الذي صنع نفسه، وكنت علامة فارقة، وكان الريالتي ممتاز، لا تتأخر عن الصلوات والفقرات، تأكد أن الفرسان معك، وأبرحنا يا زياد وفالك، أبهرنا يا زياد وفالك التوفيق يا نجم. الجمهور عند لا هذه أحكام، بعدين هذه أحكام أحكام معلش ايه. الله يبيض وجهك ويفرسان، جعلني والله ما عاد اكل المحازم وابشر بالسعد. رسالة إلى طيب هذه بعض الرسائل اللي فتاق الربع قرناها على المتسابقين اللي عندي هنا، فودني اكتبوا رسالة مرة واحدة وارسلوها لي مرة واحدة عشان نقراها لهم بدون ما نتعب، وانتم عاد كيفكم. يا شباب اليوم في شيء؟ كيف في شيء؟ كيف اليوم في شيء؟ في شيء اليوم عندكم شيء؟ انتم فاضيين مرتبطين؟ لا فاضي تقصد وقتنا كله لك يا انس، تفضل سم. سلم. بعد الفقره نبيك اللي بيخاوين يلا يحييه انت حارة ما تهجم نبي نتكي في الخضره.